جاءت مبادرة اللجنة الرباعية لمنظمة الإيجاد الإفريقية التي عقدت مؤخراً في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لتضاف إلى مجموعة مبادرات دولية وإقليمية هادفة لإيجاد حلول سلمية للأزمة السودانية وجمع أطراف النزاع إلى طاولة المفاوضات. فمنذ اندلاع المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع في رمضان الماضي، سارعت الأمم المتحدة لاستدراك الموقف عبر مبادرتها الأولى لوقف إطلاق النار بين الفريقين في 16 من إبريل وفتح ممرات إنسانية لساعات. تلتها مبادرة أمريكية سعودية لكن دون أن تنجح في وقف الاقتتال. في ظل هذه الأجواء خرجت المبادرة الإفريقية الأولى التي أطلقتها الهيئة الحكومية للتنمية إيجاد، واقترحت في نهاية إبريل تمديد الهدن الهشة وإفادة ممثلين عن الجيش والدعم السريع لإجراء مباحثات مباشرة. لم تتوقف مبادرة إيجاد عند هذا الحد، فشكلت اللجنة الرباعية المكونة من كينيا وإثيوبيا وجيبوتي وجنوب السودان للتعامل مع الأزمة بالتزامن مع مبادرة أمريكية سعودية لوقف الصراع. وفي نهاية مايو الماضي أعلن الاتحاد الإفريقي عن خريطة طريق لحل الصراع تضمنت وقفاً فورياً ودائماً للأعمال القتالية لحماية المدنيين والعودة إلى استكمال العملية الانتقالية وتشكيل حكومة مدنية. ودعم الاتحاد توصيات اللجنة الرباعية التي عقدت أولى اجتماعاتها في 10 من يوليو الحالي في إثيوبيا برئاسة كينيا ممثلة برئيسها ويليام روتو. أثارت مخرجات اجتماع اللجنة جدلاً بين أطراف النزاع السوداني بعد أن عبر المشاركون عن ضرورة اتخاذ إجراءات فورية تمس القيادة السودانية، لا بل إن رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد دعا لإقامة منطقة حظر للطيران فوق السودان ونزع المدفعية، وهو ما اعتبره الجيش السوداني تدخلاً في الشؤون الداخلية. كما انعقدت في العاصمة المصرية قمة لدول الجوار السوداني بحثت سبل إنهاء الصراع ودفع طرفي النزاع إلى طاولة المفاوضات. في التقرير استعراض للوساطات الإفريقية ومحاولتها حل الأزمة السودانية، ثم نبدأ النقاش. تتسارع في السودان المبادرات والوساطات وتتعدد مساعيها عبر الوسطاء الإقليميين والدوليين، الهدف منها تثبيت الهدن ووقف إطلاق النار بين المتقاتلين، علها تسمح بفترة من الهدوء يراجع فيها كل طرف أخطار استمرار القتال على مستقبل البلاد والسلم الأهلي فيها. إحدى تلك المبادرات كانت إفريقية عبر تشكيل منظمة إيجاد لجنة خاصة لمتابعة الملف السوداني تعرف بالآلية الرباعية، تضم كل من إثيوبيا وكينيا وجيبوتي إلى جانب جنوب السودان. اجتمعت اللجنة في أديس أبابا برئاسة كينيا واكتسبت زخماً دولياً بوجود ممثلين عن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا إضافة إلى النرويج والسويد، لكن غياب دول الجوار المهمة كمصر وتشاد وليبيا يفقدها جزءاً من ذلك الزخم بحسب خبراء في الشأن السوداني. ينظر إلى الوساطة التي تقودها منظمة إيجاد بوصفها مبادرة تؤطر المبادرات السابقة، ولا سيما منبر جدة حيث ينتظر منها أن تستجيب لمخاطر اندلاع أزمة جديدة في شرق القارة الإفريقية، وقد لقيت دعماً أممياً ودولياً على اعتبار أنها جزء من جهود إقليمية أكثر ارتباطاً بالشأن السوداني ومعرفة بديناميات الصراع فيه، إذ تقوم الهيئات الإفريقية بأدوار بارزة في حل الأزمات الإقليمية مع وجود هياكل وبروتوكولات لحماية الأمن والسلم ضمن دول القارة. هذا من الناحية النظرية، أما من الناحية العملية فإنها تفتقر لأدوات قانونية تفوضها التدخل وفرض القرارات على دولها. لهذا فإن التفاؤل الذي رافق المبادرة الإفريقية يشوبه شيء من الشك، إذ أن طرفاً على الأقل من طرفي الصراع ينظر إليها بعين الريبة، لا سيما مع الاتهامات التي يطلقها الجيش السوداني بشأن عدم حياد كينيا ورئيسها في قيادة اجتماعات اللجنة الرباعية. ورغم أن البيان الختامي للاجتماع دعا طرفي الصراع إلى الوقف الفوري لإطلاق النار والاحتكام للحوار وسحب المظاهر العسكرية من البلاد، إلا أن التصريحات السياسية لرئيسي إثيوبيا وكينيا بشأن إيجاد قيادة جديدة للسودان
أشعلت جدلاً كبيراً في الأوساط السودانية، وكان لتصريحات أبي أحمد في اجتماعات اللجنة الرباعية حول إقامة منطقة حظر للطيران فوق السودان وسحب المدفعية الثقيلة من أيدي المتحاربين أثر كبير في ابتعاد الجيش السوداني عن مبادرة إيجاد ورفض مخرجاتها، وهذا ما فسح المجال لدخول مبادرات أخرى على خط الوساطة، حيث استضافت مصر قمة بمشاركة دول جوار السودان لتسوية الأزمة في البلاد. يبدو أن تعدد المبادرات والوساطات هو ترجمة لتباين المصالح الدولية والإقليمية في السودان، يمكن قراءته من خلال مواقف أطراف الصراع وقربها أو بعدها من هذه المبادرة أو تلك، بينما ينتظر منها أن تتكامل لبناء خريطة طريق تخرج السودان من دوامة العنف التي قد تهدد الأمن والسلم في المنطقة. معنا هنا في الاستوديو مأمون عثمان الأكاديمي والباحث في الشأن السوداني. سيد عثمان، هناك أكثر من قمة تعقد حاليا في إفريقيا سعيا لحل الأزمة السودانية، هل برأيك تمتلك الدول الإفريقية المجاورة للسودان مفاتيح حل الأزمة وخصوصا مجموعة الإيجاد؟ أهلا ومرحبا بك أخ وائل، وكذلك شكرا لهذه الاستضافة. الدول الإفريقية هي ليست مؤهلة لإيجاد حلول منطقية ومقبولة للطرفين في هذا التوقيت بالذات، وإن كان السودان يفضل الدور الإفريقي على الدور الدولي، لأن الدور الإفريقي أقرب لمعرفة الواقع السوداني. منظومة الإيجاد نفسها، السودان هو كان واحد من الدول المؤسسين لهذه المنظمة، منظمة الإيجاد وهي الهيئة الحكومية للتنمية، اللي هي Intergovernmental Authority for Development. فهذه المنظمة أنشئت لأغراض ليست لها علاقة بالأغراض السياسية أو الأغراض الأمنية، وإنما كانت مهمتها التنمية ومكافحة الجفاف والتصحر. ولكن طلب من هذه المنظمة تقريبا في نهاية التسعينيات، طلب منها أن تلعب دورا أمنيا وكذلك سياسيا مناصرا، كآلية مناصرا للدور الذي يلعبه الاتحاد الأفريقي وكذلك مجلس السلم والأمن الأفريقي. وكانت واحدة من القضايا الأساسية التي أشرفت عليها منظمة الإيجاد، ولعل السودان أعطى الإيجاد النجاح حينما قبل أن تلعب دور الميدياتر بين السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان التي كان يقودها غرق، وهي التي أفلحت لحد كبير في التوصل لاتفاق مقبول للحكومة السودانية، اتفاق نفاشة الذي أدى إلى في النهاية إلى انفصال جنوب السودان. صحيح. طيب، هو اتفاق السي بي اي اللي هو الكومبرهنسيف بيس أجريمنت، ونجحت فيه، وبالتالي فإن السودان يعرف جيرانه الأفارقة جيدا، ويعرف كذلك منظمة الإيجاد والأهداف التي تقودها. ولكن هنالك أسباب في تحول هذا الصراع وحضوره إلى شرق إفريقيا لاحقا سأذكرها لك. نعم. لماذا لا تمتلك هذه الدول ومجموعة الإيجاد خصوصا القدرة أو غير مؤهلة برأيك لحل الأزمة السودانية؟ كان هناك اجتماع وخرج بيان ودعوا إلى وقف إطلاق النار والسماح بحل سياسي وأنه لا يوجد حل عسكري، ما المشكلة في ذلك؟ المشكلة في أن هذه الدول تدخل الآن في ما يتعلق بالمحاصصة والمحاور الدولية الإقليمية، بمعنى أنه في دول عندها مصالح محددة تريد أن تحقق هذه المصالح من السودان، والسودان معلوم أنه يصف مثلا كينيا والرئيس ويليام روتو بأنه غير محايد في هذا الصراع، لأسباب تتعلق بعلاقات مشبوهة بين الرئيس ويليام روتو وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دولي. علاقات من أي نوع مثلا؟ علاقات تجارية، كانت تجارية تتمثل في الذهب، ذهب السودان هو سال له لعاب الجيران وكذلك دول أخرى ومن ضمنها دول عربية. فالرجل كانت له علاقات في تجارة الذهب مع قائد قوات الدعم السريع، وقائد قوات الدعم السريع هو الذي مول الحملة الانتخابية للرئيس ويليام روتو إبان منافسته للرئيس أهورو جومو كينياتا، ابن مؤسس كينيا الحديثة ومحقق دولة الاستقلال جومو كينياتا. ولذلك طالب السودان بعدم رئاسة أو بعدم ترأس كينيا للاجتماع الأخير، لهذا الاجتماع الأخير. طيب. هذه واحدة من الأسباب. نعم. الأساسية، السودان كان وفده موجود في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لكنه امتنع عن الحضور المشاركة إلا أن يتنحى الرئيس ويليام روتو. سبب آخر من منظومة هذه الدول الإفريقية كذلك الموقف الإثيوبي،
ونحن رأينا كيف أن رئيس الوزراء أبي أحمد تحمس لطلب حظر طيران اللي هي نو فلاي زون في السودان، وكذلك تحمس لنزع الأسلحة الثقيلة اللي هي المدافع الثقيلة. يعني هذا فسر على أنه انحياز واضح لصالح حميتي. هذا انحياز واضح جدا، مع أنه أبي أحمد نفسه هو الذي رفض حظر الطيران في منطقة إقليم تيغراي حين أزمته مع تيغراي، هو الذي رفض تدخل الاتحاد الأفريقي، هو الذي رفض تدخل مجلس السلم والأمن الأفريقي وكذلك الأمم المتحدة. حتى الولايات المتحدة الأمريكية حينما أرادت أن تتوسط في الصراع رفض وحل وقال إنه شأن داخلي. قال شأن داخلي. طب لماذا كيف نفسر مواقف أبي أحمد هذه؟ أبي أحمد له قبينة مع القوات المسلحة، قبينة سياسية بين قوسين مع القوات المسلحة السودانية في موضوع الفشقة. والقوات المسلحة السودانية استطاعت أن تسترد منطقة الفشقة في مساحة تقدر ب 300 ألف فدان زراعي كان يستفيد منها الجيران، جيران السودان من الأثيوبيين، كانوا يزرعونها لسنوات طويلة. ولعل النظام البشير في ذلك الوقت في اتفاقات محكمة تعلقت بموضوع الفشقة فيها الكثير من الحكمة على أن تكون الحدود مرنة بين رئيس الوزراء الراحل مل الزناوي والرئيس البشير، ابان ذلك الوقت. لكن الآن هو حينما استردت القوات المسلحة الأرض السودانية واستطاعت أن تقصيه هزيمة عسكرية من هذه المنطقة، وهو كان مشغول في ذلك الوقت في تيغراي، في موضوع تيغراي، وبالتالي هو يريد أن يصفي حساباته مع القوات المسلحة السودانية. وللأسف الشديد طالما أنه السؤال هو عن لما تعجز الدول الإفريقية في إيجاد حل، للأسف الشديد في ذلك الوقت القوات المسلحة السودانية تقاتل في القوات الأثيوبية على الحدود الشرقية في منطقة الفشقة الصغرى والفشقة الكبرى ومناطق سهل البطانة العربية. في ذلك الوقت نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق محمد حمدان دقلو كانت هناك قطيعة بين الدولتين، لكنه يستغل الطائرة ويزور أبي أحمد أثناء هذه العمليات. طيب. ولعل أيضا هذا الموقف يفسر أن أبي أحمد له مواقف سياسية يريد أن يصفيها مع المؤسسة العسكرية السودانية. وهذه المواقف دفعت بوزارة الخارجية السودانية إلى التنديد بما خرج عن اجتماع مجموعة الإيجاد، لكن قوى الحرية والتغيير كانت ممثلة، كان هناك وفد حضر الجلسة الختامية ورحب بمخرجات الإيجاد، هناك تناقض صارخ. طبعا هذا أيضا يوضح مدى التمحور السياسي ما بين قوى الحرية والتغيير وقوات الدعم السريع، إنه هذا كان مسرح لمؤامرة كبرى وجودية كما سماها البرهان في خطاب عيد الأضحى، مدعومة من قبل دول إقليمية إفريقية منها كينيا وكذلك إثيوبيا ودول عربية معلوم هذا. فبالتالي فهنالك تمحور لقوات الدعم السريع، لعله هذه العلاقة كانت قبل شهرين بين القوات المسلحة والدعم السريع كانت جيدة، لكن فجأة تحولت هذه المسألة قبل الحرب شهرين ليتمحور الدعم السريع وقائده مع قوى الحرية والتغيير التي فقدت السلطة في 25 أكتوبر الماضي. وبالتالي فإن الوجود الغريب أنه ممثل المستشار الدعم السريع كان موجودا في الاجتماع وأمامه علم السودان ومن خلفه قوى الحرية والتغيير. الآن المشهد كله يريد أن يقول لنا إن الآن القوات المسلحة السودانية في معركة الكرامة التي تدار الآن هو على مقربة من إعلان النصر بالتأييد الواسع للشعب السوداني له. نعم. استطاع أن يحيد القوى الكبيرة جدا التي قوامها 125 ألف جندي. مع أن هناك أسئلة بخصوص أداء الجيش على الأرض سيد عثمان، يعني لم يحقق الانتصار بعد الجيش السوداني ونحن ندخل الشهر الرابع كما تعرف من هذا الاقتتال الدامي، لكن هل تريد أن تقول إن قوى الحرية والتغيير اختارت الاصطفاف إلى جانب حميتي هكذا كرها بالجيش السوداني أم خوفا بصراحة من أن النظام السابق الإنقاذ يصطف الآن مع الجيش السوداني وهناك بهدف الاستئثار بالسلطة بكل بساطة، بينما يعدهم حميتي بإعادة الحياة إلى المدنيين وإعادة الديمقراطية؟ هو الغريب في الأمر أنه قبل شهر أيضا من الحرب لم تكن العلاقة جيدة ما بين قوى الحرية والتغيير الممثلة في أحزاب الاتفاق الإطاري وبين قائد الدعم السريع نفسه، لأنه هو لها اتهامات له بموضوعات مختلفة أمنية منها فضل اعتصام في أمام القيادة العامة، مجزرة القيادة العامة إذا شئت أن تقول، وهو كان متهما فيها. وجزء كبير جدا من قوى الحرية والتغيير التي وقعت على الاتفاق الإطاري والتي لم توقع انسحبت من الاتفاق الإطاري كحزب البعث والحزب الشيوعي السوداني هم على النقيض تماما من قوات الدعم السريع وقائده. لكن
هذا التمحور كان فيه تأثير إقليمي ودولي واضح، فيه دفع من قوى دولية وقوى نعم. إقليمية استطاعت أن تحدث توافق سياسي مرحلي نعم. تكتيكي بالمناسبة، هذا ليس استراتيجي، ما بين الدعم السريع وقوى الحرية والتغيير نعم. وعدا منها بأن قوى حمايتي لقوى الحرية والتغيير وفقا للعديد من الوقائع إنه هو سيمكن قوى الحرية والتغيير، سيسلم السلطة لها. السلطة طيب لها. على ذكر الأدوار الإقليمية، هناك قمة أيضا في مصر انطلق تحت عنوان دول جوار السودان. هل بصراحة سيد عثمان قمة مصر هي مضادة لقمة الإيجاد؟ لحد كبير تستطيع أن تقول ذلك، لكن طبعا القيادة المصرية لم تقول ذلك لاعتبارات تتعلق بالرغبة في إنجاح هذه القمة، بمعنى أنه مصر كانت قبل أكثر من 3 إلى 4 سنوات كانت تحاول أن تكون جزءا من الرباعية الدولية، ولكن قطع عليها الطريق لاعتبارات متعلقة بأنه ذلك المحور كان قريبا من الدعم السريع، ومصر ليست لها علاقة مع الدعم السريع. مصر أقرب إلى مؤسسة الجيش، أقرب إلى المؤسسة العسكرية، وكذلك حتى وجود الدعم السريع في مناطق الحدود السودانية المصرية مصر لا تريده. مصر أقرب للمؤسسة العسكرية باعتبارات متعلقة بأنه الأمن القومي مرتبط مع القوات المسلحة السودانية، ومصر تريد السودان مستقرا بعيدا، حتى أحزاب اليسار بالمناسبة قوى الحرية والتغيير مصر لا تريد لها دورا، وإنما تريد دولة المؤسسة العسكرية ولها اتفاقات معها ولها تنسيق مهم. الجانب المصري يرغب في استمرار القوات المسلحة كمؤثر فاعل في المشهد السياسي السوداني، لأنه الرئيس مجلس السيادة الفريق البرهان توافق لحد كبير جدا مع المصالح المصرية فيما يتعلق بموضوع الجراند دام، سد النهضة نعم. وفي مصالح أخرى متعلقة بالتدريب وتنشيط العلاقات بين البلدين لحد كبير، وهذه المواقف تدفع مصر، ومصر بالمناسبة لها الحق في أنها تتدخل أكثر من أي دولة أخرى. يعني إذا تحدثنا مثلا في هذه الأزمة تحديدا نعم. قبل الأزمة كان في 5 مليون سوداني الآن مستقرين في القاهرة، لهم أعمالهم التجارية، وبعد الأزمة زادت هذه الأعداد أكثر فأكثر. بعد الأزمة الآن 250 نعم. ألف كما أشار سامح شكري وزير الخارجية المصري، لأنهم دخلوا إلى مصر مرحب بهم نعم. والآن قرابة 500 ألف ينتظرون في المعابر في أشكيت وقسطل وأرجيل نعم. شكرا جزيلا مأمون عثمان الباحث في الشأن.